تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016 ميلادية، وذلك في قصر بيان. وقد وصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل صباح اليوم، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، حيث قدموا لسموه حفظه الله شرحا حول إنجازات ومشاريع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد دسمان للسكري. وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل لسعود لمحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني. بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن أهم إنجازات المؤسسة ومشاريعها المختلفة، ثم ألقى مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كلمة قال فيها: يتجدد لقاؤنا كل عام تحت ظل الرعاية السامية والحضور الكريم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتكريم نخبة من العلماء والباحثين الكويتيين والعرب في دلالة واضحة على إيمان سموه رعاه الله بأهمية العلم ودوره الحيوي في إرساء نهضة ذات اقتصاد مستدام. يأتي احتفالنا اليوم لتكريم الذين فازوا بجائزة الكويت وجائزة الإنتاج العلمي لعام 2016 وبجائزة أنور النوري لأفضل أطروحة الدكتوراه في التربية. بعد ذلك ألقى الأستاذ الدكتور جورج طانيوس الحلو كلمة الفائزين بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قال فيها: العلم والتعليم مفتاح المستقبل في كل بلد وكل زمان، لكن للثقافة العلمية أهمية متزايدة حاليا بسبب تسارع التكنولوجيا. لقد أدركت الكويت مبكرا هذه الأهمية فأنشأت ودعمت المؤسسات العلمية والبحثية، وأخص بالذكر منها جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. واليوم تمثل جائزة الكويت مقياساً رفيعاً وشرفاً مرموقاً يسعى إليه الباحثون والعلماء الكويتيون والعرب أينما وجدوا. ثم تفضل سموه حفظه الله ورعاه بتوزيع الجوائز على الفائزين، كما تم إهداء سموه رعاه الله هدية بهذه المناسبة. وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.